جربت تسأل نفسك مين أكتر شخص مميز في حياتك؟ أكتر شخص مميز في حياتي هي أمي. أمي هي الحنية اللي ملهاش تفسير، أمي هي الحاجة الحلوة اللي دايماً بتكمل حياتي، واقفة في ظهري وبتشجعني رغم أني كنت بضايقة، ورغم أني كنت بعرضها في حاجات كتير، بس مع ذلك كانت بتفضل في ظهري وبتفضل تحبني، وأنا بحبك جداً يا أمي. أنا النهاردة جاية أقولك شكراً، شكراً أنك فضلتي ورايا في كل مشواري عشان تشوفيني وأنا واقفة في المكان ده، وعشان بريوني مقدر تعبك هيكمل معاك رحلتك. مدينة بريوني الهرم الأول في عالم المحجبات.